بسم الله الرحمن الرحيم. دولة رئيس وزراء مصر مهندس إبراهيم محلب، معالي السادة الوزراء، السيدات والسادة الحضور، نحن اليوم في يوم تاريخي عزيز غال، وهذا اليوم التاريخي، يعني اسمحوا لي ان انا اتكلم باللغة العامية، مش عايز اتكلم بالكلمة المكتوبة، لان افتتاح مستشفى العجوز اليوم يعني لي ولزملائي واساتذتي الاعزاء اللي سبقوني كوزراء في وزارة الصحة، وشرفت منهم اليوم الاستاذ دكتور حلمي الحديدي، استاذ دكتور عوض تاج الدين، استاذ دكتور اشرف حاتم، استاذ دكتور عمرو حلمي. وانا وجهت الدعوة لكل السادة الوزراء السابقين لحضور هذا الحدث اللي انا بعتبره تاريخي، لانه بيعكس رؤيتين مهمين جدا. الرؤية الاولى ان ايا كانت المشروعات المتعثرة لابد ان هناك اسباب حقيقية للتعثر، وهذه الاسباب الحقيقية نستطيع ان نتغلب عليها بالارادة وبالرؤية وبالتصميم. الحاجة الثانية اللي بتعكس تاريخ مستشفى العجوزة، واحنا يعني بيسعدني ان انا احضر اليوم ده وانا مسؤول عن الصحة، نحن نخلد ذكرى ناس وهبوا نفسهم وهبوا ثرواتهم لمشروع كان موجود في اوائل القرن الماضي، وهو مشروع او حركة الاصلاح الاجتماعي في مصر. هذه الحركة بدأت فعلا في اوائل القرن الماضي، بدأها سعد باشا زغلول ومعاه مجموعة كبيرة من المصريين الشرفاء، منهم طلعت حرب، منهم عبد الخالق باشا ثروت، منهم البارون امبان، هدى شعراوي، قوت القلوب الدمرداش، قاسم امين، دكتور منصور فهمي، دكتور علي باشا ابراهيم، دكتور عبد الحميد سعيد. يمكن حضراتكم حد من الحاضرين يكون يمت بصلة قرابة ويكون من نسل هؤلاء المصريين الشرفاء العظماء. واحنا للأمانة لما بدأ هذا المشروع او مشروع الجمعية الخيرية الإسلامية بدأنا نبحث في التاريخ، لقينا من ملك فؤاد في اوائل القرن الماضي او على وجه التحديد في 1827 تبرع بمساحة تصل الى 16 فدان وشوية، اللي هي الارض اللي مقيم عليها هذا المبنى التاريخي. وبعد هذا اجتمعوا اعضاء الجمعية الخيرية الإسلامية في هذا الوقت وما كانش عندهم فلوس يبنوا هذه المستشفى، وتبرعت حفيظة هانم رستم بكل ثروتها وسخرتها لبناء هذا المكان، وفعلا بدأ الشروع في إنشاء مستشفى العجوز. احنا دورنا في الشهور الماضية لأن حفيظة هانم رستم لم تنجب، دورنا على حد من نسل هذه المصرية الشريفة العظيمة، والنهاردة وأنا بنتظر حضراتكم دخل علي أحد السادة المحترمين ومعاه ورقة في إيده بتثبت ان هو من نسل حفيظة هانم رستم، يعني بالبلدي جايب لي الحجة بتاعت البيت. طلع مين؟ معتز بيه الألفي. فأنا بحيي معتز الألفي على انه متواجد النهاردة، وأنا وجهنا ليه الدعوة على انه رجل من رجال الأعمال المصريين الشرفاء، لكن احنا بنحيي لأن هو من نسل حفيظة هانم رستم اللي تبرعت بكل ثروتها لإنشاء هذا المكان. ده بيعكس رؤية كانت موجودة في القرن الماضي، رؤية للمصريين، علمنا يعني ايه تكافل، علمنا العالم يعني ايه اصلاح اجتماعي، يعني ايه مشاركة مجتمعية، اللي بنقول عليها دلوقتي corporate social responsibility، يعني ايه؟ يعني ايه المصريين يتكافلوا مع بعض ويشتركوا مع بعض في المساواة والعدالة الاجتماعية اللي احنا بنادي بيها، يعني ايه المصري يتعالج بصورة كريمة. ده كان موجود القرن الماضي. النهاردة واحنا بنفتتح هذه المستشفى اللي تعثرت 15 سنة من عمر مصر، 15 سنة من عمر المصريين، انا النهاردة بحمد ربنا انها اتفتحت، لان افتتاح هذا المستشفى بيعني اضافة عدد اكثر من اسرة العناية المركزة، اضافة عدد اكبر من غرف العمليات المجهزة، عدد اكبر من الاطباء لخدمة المرضى وتقديم خدمة علاجية متميزة احنا بننشدها للمصريين جميعا. انا بشكر كل من ساهم في افتتاح هذا المستشفى، وبوعدكم ان مفيش مشروعات طبية هتتعثر تاني قبل كده. يمكن احنا زي ما قال سيادة رئيس الوزراء ان كل شهر بنفتح منشأة طبية جديدة، كل المنشآت اللي تم افتتاحها هذا العام يعلم زملائي السادة الوزراء السابقين انها متعثرة بقالها اكتر من 10 و15 سنة. مش هيحصل تاني ان احنا هنهدر اموال الشعب المصري،
مش هيحصل ابدا. احنا هنأخر مشروعاتنا، العمل ليل نهار، هنحافظ على منشآتنا. ولابد النهارده ان احنا نطلق مبادره زي المبادره اللي اطلقت في اوائل القرن الماضي، وهي مبادره دعم العلاج المصريين. مش هقول ان احنا محتاجين حد يعالجنا المصريين، احنا محتاجين نتكاتف مع بعض عشان نصل الى ستاندرد عالي لعلاج المصريين. عندنا مجموعة كبيرة من المصريين بيقطنوا في الريف، احنا بدأنا ليهم مشروع التغطية الصحية في القرى الفقيرة، لدينا مشروع متكامل هتظهر الخريطة بتاعته في خلال اسبوعين بوعد حضرتك، لتنظيم خريطة علاجية لقاطني العشوائيات بإذن الله هنعلن عنها. احنا محتاجين نتكاتف مسؤولين ومجتمع مدني وكل المصريين عشان نعود بمصر كما كانت، لها السبق ولها الريادة ولها الاعتراف الأكبر بفضل مصر علينا كما شاهدنا في أوائل القرن الماضي. أنا الأوان هذا العام إن شاء الله أن تشهد مصر نهضة طبية كما كان هناك نهضة طبية في عام 1928. مستشفيات مصر اللي أنا لفتها كلها، لو كل المستشفيات شفناها هنلاقي فيه لوحة رخامية بتقول أنشأت هذه المستشفى في عام 1928. يبدو أن كان فيه نهضة في هذا التوقيت. إن شاء الله النهاردة إحنا بندفع وبندعو إلى هذه النهضة، والنهضة الأساسية نجاحها في تكاتف المجتمع الوطني المصري كله لحمة واحدة بإذن الله. بشكركم وهنتابع مع بعض احتفال المستشفى إن شاء الله.